الصحفيون المغاربة من جهتهم تحدثوا عن لقاء إياب نهائي كأس الكاف بين الزمالك المصري ونهضة بركان، إذ أكدوا أن الفريق البرتغالي لديه كل المقومات للعودة باللقب الإفريقي من قلب ملعب القاهرة الدولي. نهضة بركان عندها من المقومات، كنظن بأنه استطاعت باش ترجع باللقب من القاهرة المصرية. صحيح غيكون أيضا الجماهير غيكون داعم أساسي للزمالك المصري. بركان بالتجربة ديال اللاعبين ديالها، أيضا بالمدرب سي معين الشعباني، وايضا مساعد المدرب اللي هو السي محمد العزيز اللي كيعرف كل كبيره وصغيره على المنافسات القاريه، فكلهم هادو عوامل كنظن بانها غتمشي وتصب صالح نادي بركان، ولكن حذاري لان خص يكون التعامل بذكاء مع هذه المباراه دي ونحافظوا على ديك الاغلبيه ديال الهدفين لواحد. الشوط الثاني بالقاهره سيكون ربما صعبا للغايه، وحنا كنعرفوا بان الاجواء اللي كتمر فيها المباريات في استاد القاهره الدولي فكتكون صعبه للغايه، خاصه ان الزمالك غادي يكون مدعم بجماهير الغفيره، وبالتالي غادي يطلب من فريق نهضه بركان انه يبذل مجهود كبير جدا على مستوى الاداء العام وايضا على مستوى اللياقه البدنيه، بالتالي فغادي نشوفوا فصل اخر من هذه المباراه. وكنظن بان ما بغيناش صراحه اننا نعاودوا نفس السيناريو ديال 2019، نريد أن يتوج فريق نهضة بركان هذه المرة باللقب الإفريقي. المواجهة أكيد ما غاديش تكون سهلة بتاتا، أنا سبق لي وعشت يعني التجربة ديال المواجهة اللي جمعتهم من قبل في اللقاء النهائي، كانت في برج عرب في أجواء اللي كانت يعني بحضور جماهيري كبير. ثقتنا فريق النهضة البركانية بأنه بإمكانه يرجع باللقب من استاد القاهرة الدولي، عنده جميع الإمكانيات اللي تخولي أنه يجيب هذا اللقب هذا. فريق زمالك بلاعبين متمرسين لاعبين دوليين، ولكن كنعرفوا هذه المقابله تتلعب على جزئيات، للاسف كنا كنتمناو ان تكون النتيجه جوج صفر وما يتماركاش علينا هدف بالميدان ديالنا، ولكن هادشي اللي وقع خصنا نعرفوا نتعاملوا مع اللقاء ديال الاياب. وكنظن المعين الشعباني عنده التجربه والخبره في هذه المواجهات هذه باش يقدر يسير هذه المواجهه ويرجع باللقب من قلب القاهره.